دي المحاضرة كانت في مادة التحليل العددي، بنتكلم على System of Linear Equations and Analysis. هتعرف على System of Linear Equations، هعمل Introduction، Mixed Equation، ازاي اجيب Mixed Equation، Undetermined and Overdetermined System، الأنظمة اللي ملهاش حل، بنتكلم على Matrices، ازاي اعمل Multiplication Matrices، والـ Inverse of Square Matrices. طبعا دي انا بعبر عن المصفوفة بتاعتي او المعادلات القطعية بالخطوط المستقيمة، التقاطع هو الحل بتاعها. وهنتابع السيستم الايكويشن اللي بهذا الشكل، اكس زائد دي واي بتساوي اتش، سي اكس زائد دي واي بتساوي كي، يبقى اي بي سي دي دي مصفوفة المعادلات، اكس واي دي متجه المجاهيل، اتش وكي دي متجه الثوابت المختلفة في اليمين من المعادلة. اليونيك سوليوشن لما ارسم المصفوفة بخط المعادلة دي المعادلة التانية دي نقطة واحدة. Infinitely many solutions عدد غير محدد لما المصفوفة تكون المصفوفة التانية تكون خطين متطابقين على بعض. لو كل خط قدامي كل معادلة تانية خط متطابقين من خطين متوازيين يبقى ما عنديش سوليوشن، السيستم مش حل. هنبدأ بالسيستم دوت، هنعمل طبعا المصفوفة دي هنعمل عملية substitution عشان اجيب قيمة x وقيمة y. هطلع هنا الـ y بتساوي 3 والـ x بتساوي 2، اللي هي لو رسمتهم هتطلع 2 و3 نقطة تقاطع على الـ رسم الـ 2 و3، وهكذا هنكمل على الجزء دوت لحد لما اوصل لمصفوفة 3 في 3.